نعقد اليوم اجتماع الدورة الثالثة لمجلسنا الوطني الفيدرالي وفق ما تقتضيه قوانين وأنظمة الفيدرالية المغربية لنشر الصحف، وما يمليه علينا واجب التشاور الداخلي وبناء مواقف الفيدرالية انطلاقا من المنهجية الديمقراطية والحرص على المقاربة التشاركية. شكرا إذن لكل من ساهم في جعل عقد هذا الاجتماع ممكنا اليوم، وإنجاح كامل المسلسل الإعدادي والتحضيري له. شكرا أولا لكن ولكم عضوات وأعضاء مجلس الوطن الفيدرالي، شكرا لأعضاء مجلس الرئاسة، أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء فروع الجهوية، وشكرا لكل الزملاء الذين تعاونوا مع الرئيس طيلة الأيام الأخيرة لإنجاز كل الترتيبات اللوجستية والتنظيمية. شكرا للصديقة السيدة حنان في إدارة الفيدرالية على تحمل عباء هذا الجهد التنظيمي والإداري. هذه فيدراليتنا كلنا، وهذه مهمتنا كلنا، وأي نجاح يتحقق فهو نجاحنا كلنا، وأيضا هو نتاج تعاوننا وعملنا الجماعي. زميلات والزملاء، تنعقد هذه الدورة الثالثة للمجلس الوطني الفيدرالي أي برلمان فيدرالي ضمن ظروف وتحديات تواجه القطاع بشكل عام، ونحن نتعامل معها يوميا ونصدر دائما بشأنها مواقفنا وتصوراتنا، كما نقدم اقتراحات ونترافع من أجلها لدى كل جهات ذات صلة بشؤون القطاع. مرحبا بسجداد. لن نعود هنا للتذكير بتفاصيل موقفنا ورؤانا لكل الإشكاليات التي طرحت منذ اجتماعنا الماضي في إطار الدورة الثانية، ولكن نؤكد أن كل ما تضمنته بلاغات المكتب التنفيذي من مواقف واقتراحات ومحتوى المذكرة التي وجهتها الفيدرالية إلى اللجنة المؤقتة، وكذلك الملاحظات التي تقدم بها وفد الفيدرالية مؤخرا إلى ذات اللجنة بشأن عملية منح البطاقات المهنية، كلها نتمسك بها في مختلف هياكل الفيدرالية ونعتبرها مراجع لموقفنا العام ومؤطرة لرؤيتنا لكل قضايا المهنة. وهنا سنذكر بأبرز ما سبق أن عبرنا عنه مواكبة لهذه المناقشات الجارية اليوم في الوسط المهني. القضية الأولى تتعلق بالجدال والسجال وكثرة القيل والقال والمناقشات ذات الصلة بمصير مؤسسة التنظيم الذاتي. هنا لا يسعنا في الفيدرالية المغربية لناشر الصحف سوى أن نجدد التعبير عن الأسف بشأن مآل التنظيم الذاتي للمهنة وتحوله اليوم إلى تنظيم مؤقت، وهو ما يخالف كما قلنا منذ أول يوم المادة 28 من دستور المملكة. كما أن قصد المشرع من إحداث لجنة مؤقتة كان حسب المعلن هو إنهاء المؤقت في أسرع وقت، ونصت المادة الثانية من القانون المحدث لها على أن مدة انتداب هذه اللجنة هي سنتان، لكنها أضافت أنه أقرأ في حالة انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة طبقا لأحكام المادة الرابعة قبل انصرام هذا الأجل فإن مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الأعضاء الجدد في مزاولة مهامهم. انتهى الفقرة. ومع الأسف يغيب أي تحرك للجنة المؤقتة في هذا المنحى إلى حدود اليوم، وبما ينسجم مع منطوق القانون الذي يجعل من الانتخابات الوسيلة الشرعية الوحيدة لتجديد هياكل المجلس الوطني الصحفي. لقد قالت الفيدرالية هذا الكلام منذ أول يوم، واحتجت على خطورة تحويل التنظيم الذاتي إلى مجرد لجنة مؤقتة معينة من طرف الحكومة، وترافعت حول هذا الموقف المبدئي
أمام الوزارة المعنية والحكومة وكل مكونات غرفتي البرلمان ولدى المؤسسات الدستورية ذات الصلة وفي الأوساط المهنية والحقوقية، وتواصل اليوم التمسك بهذا الموقف إلى الآن، لأنه ينبني على احترام دستور البلاد ويحرص على مقتضيات دولة القانون والمؤسسات والدفاع عن الصورة الحقوقية والديمقراطية للمملكة. لقد شاركنا الموقف ذاته الأصدقاء في الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام التابعة للاتحاد المغربي للشؤون، وأصدرنا معا بلاغا مشتركا بهذا الشأن، كما أصدرنا بلاغا مماثلا في حينه مع الأصدقاء في الفدرالية المغربية للإعلام. ولكن السلطات المعنية بالقطاع تعاملت بصمت غريب وأبدت استقالة كلية من التفكير في سبل تجاوز هذا الخرق القانوني والدستوري، وتضرعت بحجة مسؤولية المهنيين فيما بينهم للاتفاق على أي حل، ولم تسعى هي لتيسير أي حوار جدي يساعد في تقدم الأمور. واليوم نطالع بكثير من الإيجابية والتنويه، انخراط الزملاء في النقابة الوطنية للصحافة المغربية في هذا السياق المطلبي، ونسجل دعوة النقابة إلى إنهاء المؤقت وتنظيم انتخابات لتجديد المجلس الوطني للصحافة. ولهذا نعبر عن اعتزازنا كفيدرالية بالاختيار المبدئي الذي سرنا فيه منذ البداية، ونأمل أن تسعى المنظمات المهنية كلها إلى تجاوز التشرذم والعمل الصادق من أجل وحدة الجهود لإنقاذ ممارستنا المهنية الوطنية ومن أجل الانتصار للقانون وللنص الدستوري الواضح. وسبق لمجلسنا الوطني الفيدرالي هذا في دورته الثانية الماضية أن وجه نداء صادقا إلى النقابة الوطنية للصحافة المغربية من أجل التعاون والعمل المشترك على قاعدة الوضوح واحترام القانون والالتزامات المشتركة والمتبادلة، وهو ما نعيد التأكيد عليه اليوم أيضا، كما ننادي كافة الزميلات والزملاء ناشرات وناشري الصحف بغض النظر عن توقعاتهم التنظيمية إلى الوحدة وتنسيق المواقف والترافع. نحن لن نكون سعداء أو منتشين في الفيدرالية المغربية لنشر الصحف للخلافات التي طفت على الواجهة العمومية مؤخرا بين أعضاء اللجنة المؤقتة أنفسهم، أو لتغير الحسابات والغايات والموازين، لأن كل ذلك لا يزيد مهنتنا وبلادنا ولن يفيدها في شيء، وحذرنا منه منذ البداية. ولكننا ندعو إلى استثمار تنامي الوعي لدى الكثيرين اليوم بضرورة الخروج من المؤقت واحترام القانون، وننادي بضرورة واستعجالية الحوار بين المنظمات المهنية المعنية بمصير مؤسسة التنظيم الذاتي والعمل لتوحيد الرؤية والمساعدة الجماعية من أجل إيجاد مخارج لكل المغلقات. المرحلة اليوم تتطلب القفزة على الأنانيات الفجة والتفكير ضمن أفق أوسع يستحضر المهنة والبلاد ومستقبلهما. والفيدرالية المغربية لنشر الصحف يهمها أن تؤكد بوضوح أنها على استعداد لأي شكل موضوعي وجاد للتعاون والتنسيق على مستوى ناشرات وناشري الصحف أولا، ثم مع نقابات صحفيين جادة وذات تمثيلية، وأنها أي الفيدرالية لا أهداف أنانية أو مصلحية لديها، وفقط هي ترفض عقلية المناورة والمصالح الأنانية الضيقة والتحلل من الالتزامات المتفق عليها، كما أنها ترفض الدوس
على القوانين وعلى الدستور. نداءنا إلى المنظمات المهنية للناشرين والصحفيين هو نداء صادق لكي نتحمل نحن أولا مسؤوليتنا، ولكي لا نعطي الفرصة لمن يردد بأن المشكلة في المهنيين وفي غياب الاتفاق فيما بينهم. أما الوزارة المكلفة بالقطاع فتعتبر الفيدرالية أن دورها أساسي من أجل فرض احترام القانون على الجميع وحماية صورة المملكة ومؤسساتها ودستورها، وهي مطالبة بالدعوة إلى الحوار مع كل المنظمات المهنية ذات التمثيلية وتشجيع التعاون فيما بينها. وفي غياب ذلك هي أي الوزارة تضع نفسها في صف من يريد استدامة المؤقت وقيادة المهنة كلها نحو المجهول، وبالتالي تعطيل النقاش الحقيقي حول القضايا الجوهرية المطروحة اليوم على المهنة وعلى القطاع وعلى بلادنا. القضية الثانية تتعلق بالسجال والنقاش الجاريين حول منحو تجديد البطاقة المهنية. بقدر ما أن هذه العملية كان يجب أن تبقى إدارية وتقنية وبسيطة، خصوصا بعد تراكم التجربة العملية بهذا الشكل، واستنادا إلى وجود مقتضيات قانونية تؤطرها، ولكن مع الأسف عشنا في الموسم المنصرم، أي في العام الأول من عمر اللجنة المؤقتة، عديد معضلات بهذا الخصوص، وتحول الموضوع التقني البسيط إلى سجالات دائمة في مواقع التواصل الاجتماعي، وإلى احتجاجات وتبادل اتهامات والشتائم، وبدت المهنة بكاملها عارية أمام الملأ تتعرض للاستخفاف والاستصغار من لدن الكل. نحن في الفيدرالية المغربية لنشر الصحف لسنا من أنصار توزيع البطاقة على أي كان بلا أي استحقاق منصوص عليه في القانون. حتى نوضح هذا الأمر بوضوح، وإن كان لدينا موقف تاريخي سابق بشأن فكرة البطاقة من أصلها، ولكننا اليوم نتحفظ على بعض بين قوسين الاجتهادات في تفسير أحكام القانون بهذا الخصوص، وهو ما نجمت عنه مشادات وتوترات داخل مقر اللجنة المؤقتة، وبعضها تدخلت فيه قوات الأمن. لكم أن تسألوا زملائنا في فرع العيون الموجودين معنا هنا بطلب من اللجنة المؤقتة، وبعضها وصل إلى ردهات المحاكم إلى اليوم. لقد قلنا للجنة المؤقتة بشكل واضح إن تغيير القوانين برغم بعض نواقصها وهناتها وغموضها هو من صلاحيات البرلمان وليس من صلاحيات اللجنة المؤقتة. في انتظار ذلك دعونا للتعامل ببعض المرونة مع ملفات الصحافة الجهوية مثلا، والحرص على تطبيق منطوق القانون الجاري به العمل الآن. قلنا بهذا الشأن بأن الاتفاقية الجماعية الوحيدة الموجودة تعني الصحافة الورقية، وكانت وقعتها من قبل الفيدرالية المغربية لناشر الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية. وعد ذلك لا يوجد أي اتفاق قانوني ملزم سوى ذلك. ولفتنا إلى أن مرسوم الدعم العمومي الأخير نفسه الذي أصدرته الحكومة كان دعا إلى التزام بالاتفاقية الجماعية بين قوسين إن وجدت كما ورد في النص، وهو ما يعني غياب أي قوة قانونية ملزمة لأي نص آخر يروج له. وهذا كان موقف الفيدرالية منذ اليوم الأول احتراما للقانون والمنطق، وعبرنا عن استعدادنا المستمر مقابل ما سبق للسعي لتطوير الاتفاقية الجماعية الموجودة أو مراجعتها، والانخراط في كل مبادرة جادة لتحسين أوضاع الموارد البشرية وتحسين كرامتها وظروفها المادية والاجتماعية، ولكن يجب أن يتحقق ذلك ضمن أحكام القانون المغربي وعلى إثر حوار حقيقي
وبمشاركة كل المنظمات المهنية ذات التمثيلية لدى الناشرين أو لدى الصحفيين. وبناء على ما سبق عرضنا أمام اللجنة المؤقتة ضرورة الاكتفاء بمطالبة مقاولات الصحافة الجهوية والإلكترونية براتب شهري في حده الأدنى هو 4000 درهم تطبيقا لاجتهاد سابق اتخذه المجلس الوطني للصحافة، ولا يمكن الزيادة فيه من دون توقيع أي اتفاقية جماعية قانونية وملزمة أخرى. كما سجلنا أن اللجنة المؤقتة يحق لها المطالبة بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية الأخرى كما ينص على ذلك القانون، ولكن تأكد من الأداءات الفعلية كاملة هذه مسؤولية الصندوق في علاقته بالمقاولات. ولا يمكن للجنة المؤقتة أن تلعب دور مستخلص لفائدة سينسيس أو أيضا لفائدة المستحقات الضريبية، وذلك مقابل منح البطاقة المهنية وعدم منحها. ونحن نعرف اليوم أنه بعد فترة جائحة كورونا وتدني الإقبال على الصحافة الوطنية وضعف أو انعدام سوق الإعلانات بالجهات والأقاليم جعل معظم المقاولات الصغرى والمتوسطة تعاني من أزمات وبعضها مهددة في وجودها أصلا، ومن ثم تراكمت عن الكثير من هذه المقاولات الناشئة ديون لفائدة الضمان الاجتماعي ومديرية الضرائب، وهي تتفاوض حاليا بشأنها وتحاول إيجاد حلول ومخارج. واللجنة المؤقتة كان يجب أن تفتح قنوات التواصل والشرح والترافع من طرفها هي مع هذه المؤسسات الوطنية ومع الحكومة لإيجاد حلول ملائمة لمثل هذه الوضعيات الفعلية ومساعدة هذه المقاولات على الوجود والنمو بدل رهن البطاقات المهنية لأجرائها نتيجة هذه القضاء. ونعتقد في الفيدرالية أن الإمعان في التوسع في تفسيرات ذاتية للقوانين الموجودة ورفض الواقعية والمرونة وضعف النظر والتقدير للواقع المهني الحقيقي في بلادنا هو الذي يقود إلى قرارات تثير الحنق والرفض والاحتجاج. صحيح أن القانون منح للمجلس الوطني للصحافة حق إعداد وإصدار أنظمة خاصة لمعالجة قضايا ليس فيها وضوح قانوني، وتسمعون هذه الأيام النقاش والكتابات حول النظام الخاص، ولكن هذا حد استثنائي جدا. وأذكر أنه طيلة الولاية القانونية للمجلس جرى اللجوء إلى هذه الصيغة ربما مرة واحدة ولم يكن الأمر على علاقة بتاتا بموضوع البطاقة المهنية، ولهذا ما كان هناك داع هذه المرة لإصدار نظام خاص. هذا هو موقفنا في الفيدرالية المغربية للنشر الصحفي، لم يكن داع لذلك. وبدل هذا نحن نستغرب مثلا لعدم إقدام اللجنة المؤقتة لحد الآن على نشر اللوائح الكاملة للحاصلين على البطاقة المهنية. تفهمنا الأمر من قبل لما لم تتوفر للمجلس رخصة لجنة حماية المعطيات الشخصية، ولكن لما صرح رئيس هذه اللجنة بأنه منح الإذن بذلك للجنة المؤقتة لم يعد هناك مبرر لعدم نشره. وهذا ما أعدنا التأكيد عليه والمطالبة به أمام اللجنة المؤقتة مؤخرا، ولم نتلقى جوابا مقنعا أو قانونيا بشأنه. وطالبنا اللجنة أيضا بالحرص الشديد على تسلم البطاقات المهنية، ملفات البطاقات المهنية أو منح البطاقات المهنية بعد إنجازها لأصحابها أو للمؤسسات المشغلة له. واقترحنا التفكير في بعثات متنقلة إلى الجهات لتسهيل الأمور على الصحفيين والمقاولات وتفادي مصاريف وتعب تنقلهم حتى الرباط. وأكدنا أن عددا من التوترات نجمت عن تدخل أطراف غير معنية مباشرة بإيداع ملفات أشخاص آخرين أو تسلم البطاقات بدله، وهذا مخالف للقانون ولحقوق ذوي الملفات المعنيين بها مباشرة. ونسجل أن اللجنة المؤقتة خلال لقائها مع وفد الفيدرالية مؤخرا رحبت بهذه الطلبات والاقتراحات ووافقت على معظمها، ولكن صدور النظام الخاص مؤخرا أجج الخلافات والاحتجاجات
من جديد، ورغم أن مضامينه في الحقيقة لا تحمل جديدا يذكر، ولكن الإمعان في توسيع تفسيرات يجعل الخوف كثيرا من التطبيق والممارسة. ولهذا نأمل من اللجنة المقررة أن تلتقط رسائل ما تواتر من احتجاجات ورفض في الأسابيع الأخيرة، ونستحضر ما تقدمنا به أمامها من اقتراحات واقعية وإيجابية، وأن تسير نحو الإيجابية أكثر، ومن أجل إنهاء هذه العملية السنوية بلا مشاكل أو مزيد من التدني العام. القضية الثالثة، الدعم العمومي. في الحقيقة لم يسبق أن تحول هذا الموضوع إلى أسطورة حقيقية كما هو حاله اليوم مع الحكومة الحالية، ولا أحد اليوم في المهنة يعرف بشكل واضح ورسمي ماذا تهيئ الحكومة ووزارتها المكلفة بالقطاع، وكيف تنوي الخروج من صرف الأجور مباشرة نحو نظام قانوني جديد للدعم العمومي. لأول مرة يجري إعداد نظام للدعم العمومي من دون أي تشاور مع منظمات ناشر الصحف، وعلى الأقل بالنسبة لنا في الفيدرالية التي استمرت شريكا للسلطات العمومية في كل برامج وإصلاحات القطاع منذ أزيد من 20 سنة. وحتى المرسوم المتعلق بالدعم أصدرته الحكومة وصادقت عليه من دون أي تشاور مسبق مع المهنيين، وجاء متضمنا لعدد من المقتضيات الغريبة وغير المتكافئة، وأصدرنا في حينه موقفنا بشأنه. واليوم أيضا تطبخ تفاصيل قرار وزاري المشترك والمرتبط بالمرسوم بلا أي حوار أو تشاور مسبقين. إننا نستغرب فعلا هذا التجاهل التام من طرف وزارة القطاع الحكومة، وهي بذلك تصطف سواء رغبت في ذلك أو لم ترغب في موقف تعطيل القطاع واستدامة هشاشته وسيادة الغموض في كل تفاصيله. وحتى لما نجحت مقاولات للصحافة الجهوية ومعظمها منخرطة في الفيدرالية المغربية لنشر الصحف في ترتيب وصياغة اتفاقيات وبرامج دعم جهوية بالتعاون مع السلطات الترابية ومجالس الجهات كما وقع في طنجة والداخلة وأكادير، وكانت جهات أخرى ماضية في نفس الطريق، قلميم، وجدة، فاس مكناس، العيون، مراكش، بني ملال، وبدل أن تدعم الوزارة هذه الدينامية التي من شأنها التخفيف عليها فقد اختلقت مبررات بيروقراطية كان يمكن تجاوزها وعطلت هذه الاتفاقيات. إن الفيدرالية المغربية لنشر الصحف بقيت دائما تنظيما مهنيا لمقاولات الصحافة يتسم عملها وترافعها بالواقعية والعقلانية والسعي لإيجاد الحلول والمخارج بدل التعقيد أو المزايدات. ولهذا نحن نستغرب للموقف السلبي لوزارة القطاع تجاه هذه الأفكار والترافعات، ونتساءل اليوم عن موقف كل الأطراف ذات الصلة بعد أن تبين للجميع أن الفيدرالية كانت على حق في مواقفها منذ البداية. وها هي منظمات مهنية أخرى تتبنى هذه المواقف والاختيارات. تفضل السيد الرئيس، تفضل لمكانك المعتاد، تفضل. إذن من بقي على الطرف النقيض؟ ولماذا ولأية غايات وأهداف؟ نحن نعرف الجواب، ولكن نؤكد أننا سنستمر في مواقفنا الواقعية والعقلانية وبعيدة النظر، وسنفكر دائما في مصلحة الصحافة الوطنية المهنية والجادة وذات المصداقية، وسنفكر في المقاولات الوطنية والجهوية وفي المقاولات الصغرى والمتوسطة، لأن هذا هو واقعنا المهني الحقيقي، وهذا هو نسيجنا المقاولات في القطاع. وندعو الوزارة والحكومة لتغيير أسلوب عملها والتفكير ليس في أنانيات الأشخاص وإنما في مصلحة المهنة والقطاع وصورة بلادنا، وحينها ستجدنا في الفيدرالية المغربية لنشر الصحف على أتم الاستعداد للمساهمة الإيجابية وللعمل المشترك من أجل المستقبل. قضايا مختلفة ذات صلة بما سبق. إن المحيط الاقتصادي العام للمقاولة الصحفية في بلادنا يعاني من كثير اختلالات وتجليات ضعف وهشاشة، سواء على الصعيد الوطني العام أو أساسا وبشكل أخطر في الجهات والأقل. وهذا في حد ذاته ورش جوهري واستراتيجي يقتضي انخراط السلطات العمومية مع منظمات الناشرين
لبلورة المداخل المناسبة للتطوير ولصنع المستقبل. وهنا يمكن أن نطرح النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية خصوصا الجهوية منها، وأن نطرح ضغوط الالتزامات المختلفة المفروضة عليها، وأيضا عشوائية سوق الإشهار والإعلانات وضعفه وافتقاده للشفافية والتوازن، علاوة على صعوبات المحيط الاقتصادي العام وضعف واختلالات حضور الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في منظومات سوق الإعلانات، وعدم انتظام بعضها حتى في أداء مستحقات المقاولات الصحفية وتلكؤها في ذلك. ثم هناك بعض الصعوبات والاستعصاءات في نشر الإعلانات الإدارية والقضائية كما يروج هذه الأيام في بعض مواقع التواصل الاجتماعي ولدى مجموعات بعض الصحفيين والناشرين، فقد كانت الفيدرالية المغربية لناشر الصحف قد طرحت هذا الموضوع بالذات بالنسبة للصحافة الرقمية مع وزير العدل السابق، لأن إجراء إداري يرتبط بذلك يجب أن يقوم به هو. كما كنا قد نبهنا منذ سنوات وزارة القطاع إلى ما تعاني أصلا الصحف الورقية مع هذه الإعلانات ومع استخلاص مستحقاتها. وعلى ذكر الصحافة الورقية، فإن مشكلة توزيعها مطروحة مع الشركة الوحيدة للتوزيع، كما هي مطروحة أيضا مشاكل استيفاء مستحقاتها من هذه الشركة، ويضيف ذلك معاناة جديدة لها إلى جانب هشاشة السوق وكلفة الإنتاج وضعف الإقبال. ومن ثم نجدد نداءنا إلى الوزارة الوصية لاتخاذ المبادرات الملموسة لحل هذه المشاكل بين شركة التوزيع ومقاولات الصحف الورقية التي تراكمت برغم وعود المسؤولين الحاليين للموزع الوطني المصري. كما أن مرسوم الدعم العمومي الذي أقرته الحكومة يقصي مطابع صغرى موجودة وبعضها منذ عشرات السنين ويحكم عليها بالاندثار بعد أن حرمها من حق التقدم لطلب دعم المطابع، وسيجعل ذلك محصورا في مطابع تعد على رؤوس أصابع اليد الواحدة وأقل من ذلك بكثير. القضية الثانية تعني أساسا الصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى والناشئة، وكما ذكرنا أعلى فمن المهم اليوم تفكير على مستوى الوزارة والمؤسسات ذات الصلة في بلورة مدخل توافقي من أجل حل واقعي لتراكم ديون الضمان الاجتماعي والضريبة. ومن جهة ثانية صياغة برامج جهوية للدعم العمومي في الجهات بتشاور مع المهنيين المعنيين، فضلا عن اعتماد مقتضيات تحفيزية من طرف المعلنين الخواص ومنظمي التظاهرات والأنشطة الإشعاعية في الجهات، ثم الحرص كذلك على اعتماد بعض المرونة من طرف اللجنة المؤقتة في منح البطاقات المهنية، ووضع شروط واقعية ملائمة من طرف الحكومة بشأن الولوج إلى الدعم العمومي الوطني من طرف الصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى والمتوسطة. القضية الثالثة وتهم الجو المهني العام في بلادنا وتفشي الخيبة واليأس من مستقبل المهنة، ثم انتشار أشكال مستجدة لممارسة ما يراد له أن يكون صحافة عبر منصات التواصل الاجتماعي وسواه. وبقدر ما ندرك أهمية استثمار التكنولوجيا وتقنيات التواصل الحديثة لتطوير منتوجنا المهني الوطني وتمتين جاذبيته وانتشاره، باطن كبير يسجله الناس فيما ينشر ويبث عبر هذه الأشكال المستجدة، وهي لا تخضع لأي تنظيم قانوني واضح وليس لأصحابها أي التزامات، دون أن نغفل وجود عدد قليل من هؤلاء يقدمون مع ذلك محتويات مهنية جيدة. أمام هذا الوضع العام تطرح على بلادنا معضلات تصدي للأخبار الزائفة وانتشار العنف والتشنيع والتحرير والقذف واستباحة الحياة الخاصة والأعراض، ولن يتحقق النجاح في كسب هذه الرهانات إلا عبر التنظيم القانوني الواضح، ولكن أساسا عبر الاستثمار في المهنية وفي الجودة وفي المصداقية وفي الإنصات للمهنيين ومنظماتهم التمثيلية الجادة. نحتاج أيضا لتطوير منظومة تكوين الصحفيين في البلاد وإعمال برامج تكوين مستمر وإشعاع التربية على الصحافة والإعلام وتشجيع تنمية القراءة والإقبال على وسائل الإعلام الوطنية المهنية والأخلاقية والجادة الورقية والإلكترونية. تقتضي هذه الأوضاع التفكير في مخطط وطني استراتيجي كبير في مستوى مخططات وبرامج الدولة الكبرى للنهوض بقطاع الصحافة في بلادنا، والثقة في مهنيين عقلاء وحكماء لقيادة الحوار والسعي للقضاء على التشرم والفرقة والتنابز. القضية الأخرى كذلك على هذا المستوى وتهم استعداد بلادنا اليوم لاحتضان تظاهرات رياضية وسياسية واقتصادية كبرى في القادم من السنوات، وهو ما يجري التحضير له بالمنشآت والبنيات التحتية اللازمة، ولكن كل هذا يتطلب أيضا توفر بلادنا على صحافة وإعلام وطنيين قويين ومهنيين، وهو ما يجب التفكير فيه والتخطيط له من الآن بشكل منظم وعقلاني. أما ما انتشر مؤخرا بشأن التغطية الصحفية للتظاهرات الرياضية الوطنية والدولية والسعي لإعمال نظام جديد بهذا الشأن والاتفاق مع فاعلين محددين لذلك،
وإن كان الأمر لا يمس الفيدرالية بشكل مباشر من حيث العمل التنظيمي المباشر، ولكنه أثار قلقاً واحتجاجاً وسط جمعيات الصحافة الرياضية ولدى عدد من المقاولات الصحفية عن الصعيد الوطني. ولهذا ننادي الهيئات الموكولة لتسيير شؤون الرياضة وخصوصاً كرة القدم تفكير مالياً قبل اعتماد أي منظومة عمل جديدة، وتفادي كل إقصاء أو تهميش لجمعيات ومهنيين تابعوا هذا الأمر منذ عقود ولديهم التجربة والمعرفة والعلاقات الدولية بهذا الشأن، والابتعاد عن كل توتر جديد بهذا الخصوص لا حاجة لبلادنا به، كما نتساءل عن دور اللجنة المؤقتة ورأيها في هذا الملف ومسؤوليتها ولو الاقتراحية تجاه تنظيم عمل الصحافة الرياضية. زميلات العزيزات وزملاء العزيزات، على المستوى التنظيمي الداخلي المرتبط بعمل الفيدرالية وأنشطتها وتنفيذ المقررات مؤتمرنا الوطني الأخير والتوصيات الصادرة عن الدورة الثانية لمجلسنا الوطني الفيدرالي، باشر مكتب التنفيذ التنسيق مع رؤساء الفروع الجهوية من أجل عقد الجموع العامة وتجديد الهياكل احتراما للقانون. وفي هذا الإطار نجحنا في عقد الجمع العام لفرع العيون، كما تتواصل الاستعدادات والمشاورات لعقد الجموع العام لباقي الفروع الجهوية التي حان أجلها القانوني، ونحن مستعدون مثلا مع كل من فرع مراكش، جولمين، طنجة، أكادير داخلها والفروع الأخرى، وآمل أن تتكثف الاستعدادات لننتهي من هذا البرنامج التنظيمي الديمقراطي قريبا. وخلال الفترة الفاصلة بين دورتي المجلس الوطني الفيدرالي عقدنا لقاء تواصليا وندوة مهنية إشعاعية في بني ملال باستضافة من فرعنا الجهوي هناك، كما عقدنا أكثر من جلسة عمل داخلية مع فرع طنجة استعدادا للجمع العام، ونظمت فروع أخرى أنشطة ولقاءات محلية بمبادرة منها فضلا عن اجتماعات تواصلية وتنظيمية داخلية. ويواصل المكتب التنفيذي التشاور مع الفروع لإطلاق برنامج تكويني متكامل لفائدة المقاولات الصحفية المنخرطة في مجالات تدبير مالي والتأهيل الإداري والمقاولات القانوني وإدارة الموارد البشرية، علاوة على التكوين في جودة المحتويات المهنية وإنماء المعارف العامة، ثم تنظيم أنشطة إشعاعية مهنية وثقافية وحوارية بالتعاون مع فاعلين آخرين. وعلى مستوى العلاقات الخارجية، استقبل المكتب التنفيذي للفيدرالية بمقرها بالدار البيضاء وزير الإعلام الفلسطيني مرفوقا بوفد إعلامي، واليوم بعد اختتام اجتماعنا هذا سنستضيف أيضا وفدا مهنيا من منتدى فلسطين الدولي للإعلام والاتصال تواصل، وذلك لتجديد التعبير عن تضامننا المبدئي مع الزملاء الإعلاميين الفلسطينيين ومع النضال الوطني للشعب الفلسطيني وداخل البلاد. وكما هو واضح من الوارد أعلاه، فقد التقينا باللجنة المؤقتة مرتين بناء على دعوة منها، وأخبرنا في حينه بما جرى التداول فيه، وسنستمر في هذا التواصل متى وجهت لنا الدعوة، لأن مصالح الزملاء والمقاولات المنخرطة مرتبطة بعمل هذه اللجنة وقراراتها. ولهذا وبغض النظر عن موقفنا من قانونيتها، فإننا نتواصل معها ونترافع أمامها دون أن نغير نظرتنا الأولى أو مواقفنا المبدئية من مصير التنظيم الذاتي. والتقينا أيضا أكثر من مرة مع الأصدقاء والزملاء بكل من نقابة الاتحاد المغربي للشؤون والفيدرالية المغربية للإعلام، ويستمر تمسك الفيدرالية بتعاوننا وتنسيقنا معهما، ونتطلع لتطوير هذا التعاون مستقبلا وأيضا توسيعه على باقي هيئات الصحفيين والناشرين. نحن نمد أيدينا لكل ذوي النوايا الصادقة والقناعات المبدئية الجادة، وندعو الجميع إلى كلمة سواء فيما بيننا. أتمنى أن أكون قد وفقت في إحاطتكم علما بحصيلة عمل المكتب التنفيذي بين دورتين المجلس الوطني الفيدرالي، واستعرضت أمامكم أيضا مواقف الفيدرالية من القضايا المثار اليوم في الوسط المهني. قبل ما تخرجوا ما تنسوش أبونا في لاشين يوتيوب وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش تديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.